السؤال: A Jeep car starts from rest and accelerates uniformly over a time of 5.21 seconds for a distance of 110 meter. إذا لدينا سيارة انطلقت من السكون وتسارعت بصورة منتظمة، يعني تسارعها يساوي ثابت. ومدة التسارع، إذا الانطلاقة من صفر واللحظة النهائية 5.21 ثانية، والمسافة المقطوعة 110 متر. المطلوب الأكسلريشن لهذا السيارة. إذا حركة بتسارع ثابت، تمام. إذا هذه المعطيات المسألة: اللحظة البدائية صفر، الانطلاقة من الصفر والسرعة البدائية صفر، وفي اللحظة النهائية إذا تي يساوي 5.21 ثانية، المسافة المقطوعة أو الفاينل بوزيشن 110 متر، نفترض أن الحركة إلى اليمين بالطبع. ومعادلة الحركة هي X يساوي نص التسارع تي تربيع زائد السرعة البدائية تي زائد البوزيشن البدائية. بطبع هذا الترمين ينعدم الاثنين، ونستخرج التسارع من هذا المعادلة البسيطة. إذن هو عبارة عن 2X تقسيم تي تربيع عفوا، وتطبيق العددي يعطيني إذن 8.1 متر على الثانية تربيع.